انا بكلم ليلى. يا ليلى اهلا وسهلا. ممكن اعرف طريقة عمل كوكيز شوفان دايت؟ طريقة عمل ايه يا حبيبتي؟ كوكيز شوفان دايت، اسهل كوكيز شوفان دايت في الحياة. كوكي دقيق شوفان مع موز مع عسل ابيض. مش هضحك عليكي واقول لك ان طعمها احسن حاجه، بس طبعا وانا عامله دايت وباكلها بتبقى بالنسبه لي احسن حاجه لان ما فيش اوبشنز ثانيه. فدقيق شوفان، موز مهروس، عسل ابيض بكميه بسيطه، ويا ريت يعني لو تعرفي تستغني عنه تماما. هتعجنيهم كلهم مع بعض لحد ما العجينه تلم معاكي، وتحطيهم باي شكل انت عايزاه. ممكن تحط لهم شوكليت شيبس بس تكون شوكولاته دارك، ما فيش فيها اي اضافات بقى كراميل ولا اي حاجه من الكلام ده، ما ينفعش، ويبقى عندك احلى كوكيز.